الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، عليه أشرف الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نود بداية أن أوجه الشكر لأعضاء السلطة القضائية ووزارة الداخلية بجميع إدارتها واللجان المنظمة بوزارة العدل ووزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الإعلام والإدارة العامة للإطفاء على ما بذلوه من جهد في سبيل إتمام عملية الاقتراع بكل يسر وسلامة. وقد انتهينا من فرز وتجميع نتائج انتخابات مجلس الأمة عام 2016 بالدائرة الثالثة، والتي تشمل مناطق كيفان، الروضة، العديلية، الجابرية، السرة، الخالدية، قرطبة، اليرموك، أبرق خيطان، السلام، حطين، الشهداء، الصديق، الزهراء. وقد اشتملت هذه المناطق على 96 لجنة أصلية وفرعية، وبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة 86,247 ناخب، وبلغ عدد المقترعين 59,814 مقترع، وعدد الأصوات الصحيحة 58,811 صوت صحيح، وعدد الأصوات الباطلة 1,003 أصوات. وقد أسفرت عملية التجميع نتائج فرز اللجان في الدائرة الثالثة بالآتي: الأول عبد الوهاب محمد البابطين 3,730 صوت، الثاني سعدون حماد العتيبي 3,444 صوت، الثالث يوسف صالح الفضالة 3,399 صوت، الرابع عبد الكريم عبد الله الكندري 3,325 صوت، الخامس صفاء عبد الرحمن الهاشم 3,273 صوتا، السادس محمد حسين الدلال 2,533 صوت، السابع وليد مساعد الطبطبائي 2,504 صوت، الثامن خليل عبد الله أبل 2,443 صوتا، التاسع محمد ناصر الجبري 2,219 صوت، العاشر أحمد نبيل الفضل 2,124 صوتا، الحادي عشر جمال حسين العمر 2,043 صوت، الثاني عشر عبد الله أحمد باقر الكندري 1,980 صوتا، الثالث عشر علي عبد الله ماضي الخميس 1,895 صوت، الرابع عشر يعقوب عبد المحسن الصانع 1,893 صوتا، الخامس عشر فارس سعد العتيبي 1,882. أكرر العشر الأوائل مرة أخرى: الأول عبد الوهاب محمد البابطين 3,730 صوتا، الثاني سعدون حماد دعتيبي 3,444 صوتا، يوسف صالح الفضالة 3,399 صوتا، عبد الكريم عبد الله الكندري 3,325 صوتا، الخامس صفاء عبد الرحمن الهاشم 3,273 صوتا، السادس محمد حسين الدلال 2,533 صوتا، السابع وليد مساعد الطبطبائي 2,504 صوت، الثامن خليل عبد الله أبل 2,443 صوتا، التاسع محمد ناصر الجبري 2,219 صوت، العاشر أحمد نبيل الفضل 2,124 صوت. وفي النهاية نبارك الفائزين، نسأل الله أن يوفقهم لخدمة بلدنا في ظل رعاية صاحب السمو أمير البلاد ولي عهده أمين. والسلام عليكم ورحمة الله. إذن مشاهدينا، نشكر سعادة المستشار عصام محمد السداني وكيل محكمة الاستئناف وجميع أعضاء ورجال السلطة.